طايل البي ديال الروتور ديالنا طنجة فاس حتى الاخير حدا كنتفاجئوا بان التران موقفوه ما كاينش. على الاقل بعدا يعلمونا بحال اللي علمونا المره اللي دازت باش الواحد يعرف راسو شنو غادي يدير. ماشي حتى الاخير حتى كنجيو كنجبروا بان التران ما كاينش. هادشي ماشي معقول. كاين اللي عنده الطبيب، كاين اللي عنده مسؤول، كاين اللي عنده الطبيب، كاين اللي عنده مسؤوليه، كل واحد وشنو عنده. باش حتى الاخير لحظه ونجيو ونجبروا بان التران ما كاينش، هادشي راه ماشي معقول. زعما على الاقل خصهم بعدا ياخذوا واحد القرار قبل 48 ساعه ولا شحال، يعلموا الناس باش الواحد يجمع راسو قبل ويمشي بحالاته فين غادي يمشي. ماشي حتى الاخير لحظه ويفاجئونا بان التران ما كاينش، تجينا لباب لاكار وما كاينش معاه من تهضر نهائيا. البي عندهم مع اللي يهضر معنا ما كانش. يلاه رجال السلطه اللي كيقول لك صافي التران ما كاينش. السلام عليكم. كما كنت انا الساعه كانت عند لا فامي هنايا، كنت مؤقت وصافي باش نجيب حالي، وجا هذا النهار خصني نمشي بحالي. لقيت تفاجات، لقيت الشيء مسدود هنايا، ما عندنا فين نمشيو. ودابا انا عندي ايرجونس خصني نمشي بحالي للدار، ما عنديش كي ندير الرجعه، ما بقاليش بحال المادي داكشي ما بقاليش، خصني نرجع ضروري. والواليده مشطون عليا بغاتني بشي حوايج، وعندي الجهاوي وخصني نحفظ له شويه. وهاد الناس راه مازال ما بغا يديروا منا الحل، كوا يعلمونا من قبل ولا شي سيمانه من قبل. الا اللي بغى يجيب حاله يجيب حاله، اللي بغى مسافر سافر باش يسدوا هاد الشيء علينا. حنا ما علموناش، بغينا نجيب حالنا. وتفاجئنا في الاخر، تفاجئنا في الاخر لقينا هاد الشيء. دابا حنا واقفين في الشمس، هنايا رانا مشطونين والناس راه مشطونين، الناس معذبه ولاداتهم الصغار والناس لحلاح الله وصافي. الا درتي تاوي الخير وصافي. السلام عليكم. بعدا تحيه للناس ديال شوف تيفي. خويا حنا جينا بغينا نهبطوا بحالنا فاس، حنا طلعنا نخدموا ما لقيناش خدمه. عندنا ولادنا، عندنا والدينا فاس، عندي والده عندها 17 في الشهر عمليه، وما غادي غير تولد فات السيمانه. بغينا خويا نهبطوا بحالنا كما كتشوف انت، كلشي مسدود. وديروا معنا شي حاجه، هنايا كنباتوا غير في الزنقه، ما عندنا غير فين نباتوا غير والو. عندنا والدينا دارنا كلشي في فاس اخويا، حنا بغينا نهبطوا بحالنا. والمهنه ديالي انا مربي كلاب من الطراز الرافعه، عندي كلاب خصني نهود ندريسيهم ديال الناس اخويا. وانت كتشوف غار. شكرا. خويا التذاكر بالنسبه للتذاكر كاع كيعطيونا النص، يردوا لنا النص ديال الفلوس والنص نبيعوا فيه، والناس تبقى عندك التذكره تيدوز. هذا الوباء ما عرفناش فوقاش يدوز، واش عام عامين ثلاث سنين، حنا خصنا نهبطوا ما خصناش نبقاو هنايا. شكرا. خايل هاد المسؤولين كيفاش كيديروا ياخذوا هاد القرار؟ دابا مثلا من يد ولا غتاخد القرار ديال انها غتشد القطار، على الاقل يومين تعطي الناس، تعطيهم بعدا تقول لهم بان صافي. يعني كانت كتاخذنا بعين الاعتبار، تاخذنا بعين الاعتبار، كانت على الاقل يومين تخلي عباد الله توجد راسها، ولا الناس اللي غادي تمشي تمشي، ماشي حتى الساعه بساعتها عاد راه قرار خرج راه حقنا تسافروا شي. هذا ماشي معقول. واللي عنده، اللي ما عندوش فين يمشي، واللي مثلا ما عندوش الفلوس باش يديبان غادي جالس في الزنقه، تعمل معمول لله. بالحق هذا الشيء ماشي معقول، لان ملي بدات كورونا وهي القرار اللي كتاخذ كان مدربه مع بعضياتها، لدرجه ما كناش كنثقوا واش كاينه هاد كورونا ولا ما كايناش. حق الله، لان كنشوف انا هاد الحجر الصحي ما جايبش همو علاش، لان الشاب انا كنشوف مواعيش لا بنظافه، كطيح حاجه في الارض كيديها. النظافه اخر حاجه حنا عندنا معها غير الخير والاحسان. يعني هاد الكمامه وهاد الشيء غير قرارات غير كافيه باش غادي تقضي على هاد الوباء. السلام عليكم. تنشكروا الناس ديال التي في اللي مساندينا دابا حاليا فهاد جينا التران ما لقيناهاش، جينا في مهمات عمل البارح، يعني دابا خاصنا نرجعوا. جينا عندنا الوراق ديالنا ديال الديبلاسمون، عندنا المسائل ديالنا وايرجونس لهاد الخدمه في جنب البحر، الطريق مهرسه، جينا خدمناها البارح في الليل. يعني دابا خاصنا نرجعوا بحال هنا، ما نبقاوش حاصلين هنا. جينا في مهمات عمل، يعني وعندنا الوثائق ديالنا باش مديبلاسين، وهذا الشيء عندنا الوثائق ديالنا باش مديبلاسين، وهذاك الشيء يعني خاصهم يشوفوا معنا، ما نبقاوش جالسين هنا في هذه الشمس في هذه الحراره، جالسين لقينا التران مقطوعه، كل البارح علمونا ما نجيوش فيها. هذا الشيء اللي كاين، تنطلبوا من الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، ما حنا بعضياتنا ما عندنا ما نديروا كاع، ما عندنا ما نديروا بعضياتنا البعض، تنطلبوا الله. انا قطعت جيت بحالي بحال الناس قطعت، ما علموناش من قبل، ماشي كيقطعوا 24 ساعه ويقول لك راه كاين الكونفينمون. من بعد باش جينا هنا اليوم نركبوا قال لك ما كاينش التران، وقفات. كاين الكونفينمون في طنجه. ايوا من بعد قلت لي رجع عليا فلوسي، ما بغاش يرجع عليا فلوسي، ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل. باش فين يجلس اللي ماشي العائله ديالو هنا اش غيدير؟ ايوا حنا ما لقينا حتى شي حل، حنايا جالسين في الشمس حتى البلاصه ما لقينا فين نوقفوا. خدام هنايا 8 شهور خدام في البحر. حنا كنجيبوا لولاد الشعب في كورونا، قبل كورونا ديما كنجيبوا لهم السمك، وما خديناش لا تعويض لا حتى شي حاجه، حنا الناس ديال البحر. دابا حنا هاد الايامات ملي بغينا نمشيو نشوفو وليداتنا، جينا قطعنا ريزيرفينا قبل نهار الجمعه، قال لك الكونيكسيون محبوسه على الريزيرفاسيون حتى نهار الاربعاء لو كان السات، ماشي على حساب اليوم الاثنين 13 7. ولذلك عطيناهم حنا نمره التليفون
وما عندهم الحلول، عندهم الكرام ديالهم ديال السبراتور باش يدوا اي واحد اللي غادي لشي شي اتجاه يمشي ليه. دابا هادشي اللي داروا راه ماشي معقول، هذا حشومه هادشي. دابا حنايا البارح ملي سولنا بينا نبدلوا البي، قال لك اسيدي البي طالقين لينا الكونيكسيون على حساب حتى لو 15، الا ما كانش لو 15 قال لك كنعطيكم 50%. دابا حنا تفاجئنا، ما كاين حتى شي مسؤول ديال المكتب الوطني للسكك الحديدي اللي تجاوب معنا ونتجاوبوا معاه، وعلاش حنا عطينا من نمر التليفون وما عيطوش لينا. هذا هو القضيه ديال علامه الاستفهام. السلام عليكم. انا يلا خرجت من الخدمه دابا عاد دايزه من هنا، وتفاجات شفت المحطه لاكار ديال التران مشد. ملي سولت قال لك ما يعرفوش فوقاش غادي يفتح يعني، ولكن بالنسبه لي انا شخصيا خصني نعيط مع الوالده ديالي، وعدد الناس خصهم يعيطوا مع الوالدين ديالهم، حيتاش طنجة عامره عيب الناس تبارك الله. الناس يعني برانيين خدامين على راسهم هنا، وبالنسبه للعيد بخصوص العيد الكبير خص الناس تعيد مع والديها ومع العائله ديالها مجموعين، وكنتمناو يعملوا لنا شي حل في القريب العاجل ان شاء الله. يعني تفاجأنا اخر لحظه، كان يعني الوقايه ضروري، خصنا نديروا الوقايه والمسافات الامان يعني كمامه ضروريه، يعني بزاف المسائل خصها تدار، ولكن المركوب يتحبس لا. كنتمناو يعملوا لنا شي حل في القريب العاجل. السلام عليكم. انا جيت الصباح مع العشرة باش نقطع البي ديال التران باش نهبط للمحمديه. اذا ماذا بيا كنتفاجئ، قال لك ما صافي لاكار وقفات، وعندي لوتوريزاسيون ديالي باش، ولوتوريزاسيون 3 ايام وانا واقف لها في مقاطعه، حيت ديجا جيت سيمانه قبل جيت كنسول هنا اللي بغى يسافر شنو الاجراءات، قال لك غتجيب اوتوريزاسيون. الور مشيت للمقاطعه 3 ايام وانا واقف عليها، خديناها مع السيد الباشا. ملي جينا دابا كنتفاجئوا بلي لاكار وقفات. انا جيت باش نقطع ونرجع نجمع المسائل ديالي وعاد نمشي في الكارت الجوج ولا الربعه مثلا، وهذا الشيء اللي عطى الله.